14. هنا الدكتور محمود عطيه اعترض على طول، قال يعني احنا لما ننجح يا جماعه تقولوا وهم. لا لا، هو دكتور محمود، هل ده دكتور محمود على طول بصفه مستمره متفائل وبصفه مستمره تقريبا واخد يعني نهج كده، خلينا نضحك على الناس بحيث ان احنا نوصل لقلوبهم. لا لا بس انا اعترض على سبب ايه؟ لا لان تصريحات حضرتك لما بتيجي تقول النهارده بتاعتي الاسعار نزلت، ده كلام واحد. الاسعار ما نزلتش يا دكتور، ما نزلتش، احنا بقول لك تضخمت. لا يا فندم، لا الاسعار ارتفعت اكتر، الاسعار ارتفعت. لا اله الا الله، التضخم معناها التضخم في الاسعار. يا فندم ثواني بس، ما قلناش انخفاض التضخم اللي انت بتتكلم عليه ده. التضخم مش معناه انخفاض الاسعار يا فندم. يا دكتور بعدين ده مش معناه كده، مش انت بس كمل قعدت متباهي بقى وقعدت بتقول. خلينا نوضح للناس الحقيقه ايه اللي نزل وايه اللي طلع. تمام، التضخم اللي الدكتور بيتكلم عليه ده بتاع مقارنه سنه الاساس. انا كمواطن ما يهمنيش بقى في القصه دي دلوقتي، انا يهمني انجازات الحكومه اللي قال عليها الدكتور عطيه، واخد بالك؟ تجي لي بقى في المؤشر بتاع ارتفاع اسعار المستهلكين ده، هنا بقى عندي رقمين. رقم طالع من التعبئه والاحصاء اللي هو اجمالي التضخم العام طالع بكام؟ 1%. زاد كام؟ ده 0.5% من شهر لشهر. انت بس ثواني بس، ثواني بس، انا هوريك بالظبط ايه اللي زاد وايه اللي ما زادش، عشان لازم تتعلم تحلل الاسعار. لا عشان تقول كلام صح. بص اقول لك بس، لا ثواني بس عشان ما تضللش الناس. انت اللي بعد اذن حضرتك دلوقتي في الاسعار اللي زادت. لا هو خلاف الموضوع يا دكتور، لازم نتعلم. هو ما يقصدش لازم نتعلم، كلنا نتعلم نحلل الاسعار. اي رقم لازم يتحلل، ملوش وجهه نظر واحده. لا لا لازم تحلل كل قانون في الاقتصاد ليه سلبياته وايجابياته. عشان لما تيجي تحاسب وزير، لما تيجي تسال وزير، لا لما تيجي تسال وزير وانت راجل رقابي تعرف انت تساله تقول له ايه. لا انما ما تقولوش لا ده الاسعار انخفضت، برافو عليك. يعني انا بص، لا لا ما حدش قال لك الاسعار، احنا بنتكلم عن التضخم. لا لا بس انا عندي هنا مجموعه اللحوم والدواجن وفقا للمركز ده نحلل بقى، انخفضت بنسبه 1%. يا استاذ وائل، ما هو لازم بقى انا النهارده كواحد برلماني تراجعت اسعارها بنسبه 3.1%. النهارده يا استاذ وائل لازم اعرف اسباب انخفاض الاسعار في السلع دي ايه عشان اجي احاسب. بالراحه بس، الطماطم 6.7%. ده انا بتكلم برد على الدكتور. بالراحه يا دكتور لو سمحت، انا لسه ما قلتش حاجه. حضرتك بتهاجمنا لسه ما اتكلمتش يا فندم. طب ثواني، طب خلينا بقى نتكلم يا دكتور محمود. انا مش هنضيع الحلقه في السجال يا استاذ يا معالي النايب. يا دكتور هو بس على فكره، لا الرؤى الاقتصاديه لو مختلفه لها سلبياتها واجباتها في كل الحاجات يا فندم. انا بتك على حاجه واحده بس بغض النظر عن كامل. انت كنت يا جماعه بس لازم تحلل، لازم تحلل، لازم نمغص على الناس عشتهم. يعني لا لازم تحلل، لازم سعادتك تبقى يعني قاعد طول الدنيا ضلمه والدنيا خراب يا فندم. والدنيا زفت والدنيا ما بتقومش طول الوقت. لا لا انا بساعدك عشان انت هتستخدم ادوات رقابيه بدل ما تضلل الراي العام. انا هستخدم ادوات رقابيه وعارفها وفاهمها. طب انت حضرتك اسعار اللحوم رخصت، رخصت ليه؟ قول لي بقى. مش مهم رخصت ليه، الناس ما تهمهاش رخصت ليه. يعني الناس تحرق البضاعه بتاعتها وتيجي تقول لي ليه؟ ليه؟ يعني النهارده الاخوه المسيحيين يعني الشهر الجاي هتزيد. لما الشهر الجاي كل المعروض ده يتذبح ومتلاقولوش سوق، تيجي في نهايه الاسعار تتضخم. يعني الشهر اتنين بعد الاعياد يا سيدي الاسعار هتزيد. طب دي واحده يا جماعه، الاسعار هتزيد هدوءا بس. يا شهر اتنين الاسعار اللحوم هتزيد. خراب بيوت. لا هتزيد كده، احنا كده هنتصرف. ولو ما زادتش في شهر اتنين يا دكتور وائل، يبقى لو اسعار الدواجن دي ما تجيش تقعد هنا تاني. لازم نتكلم يا دكتور. لو انت الاسعار ما زادتش تحلل الارقام. طيب هدوءا بقى عشان بس خليني اسالك بس يا دكتور. يعني انا عندي هنا قالوا يا جماعه لو سمحت، لو سمحت نماذج مثلا انخفاض اسعار الطماطم بنسبه 6.7%، الكوسه 15، دي نماذج 15.7%. تمام. اسعار الفاصوليا الخضراء 24.8% انخفاض. تمام. الدواجن 3.1% انخفاض. تمام. اللحمه 1%. عندك شك في الكلام ده؟ عندك شك في الكلام ده؟ هقول لك بس انخفاض. انت عندك شك يا فندم؟ يعني قياس الاداء اللي بتقوله يا فندم مش يافطه. نفهم مش مهم الفهم دلوقتي يا دكتور محمود. لازم نحلل وعارفين يا دكتور. هدوء يا جماعه، هدوء. اتفضل يا استاذ. عشان اسال الاستاذ طه، ليه بتفترض ان انت اللي فاهم لوحدك؟ طيب ليه بتفترض كده يا جماعه؟ يا سيدي انا بقول ايدي معاك عشان تعرف تحاسب كويس. لا استنى، انا ايدي معاك. سيبك من الحساب دلوقتي. طب يعني انا في البرلمان طب هيوري دي اكتر لو فتح نفسه. خلاص ما تقلقش. طب بيعرف حاسب الوزير ازاي بقى؟ وعلى ايه؟ مش عارف سبب انخفاض الاسعار ايه؟ لا مين اللي قالك الكلام ده؟ مش عارف ليه بتقول يا فندم انخفاض الاسعار ده ممكن يبقى خراب بيوت، ممكن تجار بيحرقوا بضاعه.
هو انت لازم السعر ينزل يبقى هو ده الطبيعي. بيحرق بضاعه ازاي؟ بتحرق بضاعه ازاي؟ افهم بس نفهم يا جماعه. بص يا استاذ لو سمحت الكلام بقى نمره واحد اللي بيتكلم عليه الفاتسونيا اللي انخفضت 24% دي كانت في بدايه الموسم النهارده خلاص بدايه الموسم نزل فاسعارها بقى طبيعيه فتشيلها من النهارده من الانخفاضات الطبيعيه اللي احنا بنتكلم عليها. بتيجي تتكلم بقى على البطاطس والقوطه والمش عارف السلع الزراعيه. لا القوطه الطماطم نزلت 6.7%. حاجه اسمها عندك النهارده حصلات زراعيه للتاجر بيخاف من الصقيع فبيضطر ان هو يتخلص منها وما يخزنهاش عشان البضاعه دي او السلع دي لو تم النهارده. هات 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 ده كده في نوفمبر الماضي كان ايه؟ انا هقول لحضرتك بقى الدليل على كلامي ده ايه عشان بس الاستاذ محمود او دكتور محمود لما يجي يتساءل بقى في البرلمان يبقى يعرف يسال ازاي. انت مصمم تعلم الاستاذ محمود الدكتور محمود؟ انا بقول له بس يا فندم بديله الاداه. انا مش عايز انا مفيش تعليم. انا ده راجل محترم فوق دماغي وراجل يعني برلماني. انا بقول له يا دكتور الاداه عشان نسال اي حد مسؤول عشان ما حدش يتلاعب علينا. احنا بنتكلم يا استاذ وائل دلوقتي في سلع انخفضت فعلا بس النهارده لو احنا اتكلمنا على الدواجن مثلا. طب ليه قبل ما اكمل بس ليه ما اخدش القاعده اللي بيقول عليها الدكتور محمود معدل البطاله ولا زاد الدكتور يا جماعه بس معدل البطاله سيبك معدل التضخم معدل البطاله زاد ولا نقص هنيجي في معدل البطاله معدل البطاله زاد ولا نقص يعني يقول لك ده مش معدل لما ننجح ونخفض الاسعار ما خفضش يا فندم فتقولوا ده وهم هو خفضوا فين لما تزيد الاسعار فين يا فتقولوا ده دبح يا استاذ وائل فين خفض الاسعار طب قول لي الحكومه النهارده عملت مشروع ثروه دجينه فالاسعار نزلت مفيش طب الحكومه النهارده دخلت عملت مليون فدان زرعته فالاسعار نزلت مفيش الكلام ده انت بتتكلم على بعض دلوقتي صح ده في تقرير اصلا طالع من الخارج بيحرم او بيمنع استيراد الحصرات الزراعيه المصريه عشان في بقايا غير ادميه تواجدت فيها مش هنضحك على بعضينا ليه ما تقولش ان احنا بنتكلم عن خلينا ما تقولش بقى استنى بس ليه ما تقولش ان كان خلينا ما تقولش ان كان في تضخم اصلا لا لا. غير خلينا مش على اساس الفكره بس بسبب سياسات النقديه انا هقول لك بقى ليه زيادات النقديه هقول لك التجار كانوا بيطلعوا فينا فعلا طب كده كده هسال بس دكتور محمود معلش الاسعار فعلا بس هرجع لحضرتك بس اوضح الحته دي ازوال معايا ما اتكلمش انا كده ما اتكلمش حاجه الاسعار زادت اصلا بصوره غير طبيعيه اساسا انا عايز اوضح انا ما اوضحش حاجه استاذ محمود يا جماعه مش عايزين نقطع انت بتجيب لي اللوم انا هجيلك يا دكتور محمود بص يا استاذ وائل انا عندي هنا الرقم اللي طالع من البنك المركزي تمام طالع بالظبط ان حصل ارتفاع في الاسعار حوالي 1.31% ده يختلف عن الرقم اللي طالع مع التعبئه والاحصاء ليه بقى ده طالع ده غير ده هل البنك المركزي بيضرب ارقام والتعبئه والاحصاء بتضرب ارقام لا معدلات قياسيه يا فندم لا هنا البنك المركزي مش حاطط فيهم معظم السلع المتغيره اللي احنا بنقول نزلت ده حاجه ده حاجه ثواني بس مش حاطط فيهم بقى ولا القوطه ولا الكوسه ولا اللحمه ولا الكلام ده كله ليه دي حاجات موسميه وفيها تقلبات في الاسعار فهنا بعيد طيب. احنا النهارده البنك المركزي بيعترف ان حصل ارتفاع في الاسعار حقيقي بعيد عن الحصلات الزراعيه المتقلبه موسميا تمام بمقدار 1.1% يبقى كده في ارتفاع في الاسعار نتيجه ايه لا مش اسعار بس نتيجه ابتدينا نستورد تضخم من الخارج الالبان اللي استوردناها الاحذيه اللي استوردناها عندنا الملابس اللي استوردناها قول لي الحكومه طيب بقى يعني انت شايف انه تباهي الحكومه بانخفاض مش مش واقعي ده يا فندم ده خراب بيوت اللي احنا بنتكلم عليه انا النهارده لو برلمان انا بقى اجيب النهارده مسؤول الزراعه يا دكتور محمود لماذا الثروه الحيوانيه بتنخفض ليه عشان التجار عاملين بيضحوا في العجول طيب لماذا تفخرون بالوهم لا سيبك من الفخر سيبك من الفخر ولا وهم بدايه احنا مش هنواجه كلامنا لحد الشعب المصري شاف سنه سودة من اجراء التعويم واجراءات الاقتصاديه والسياسات النقديه اللي خدتها في وتحملوا وشالوا فاحنا لما نيجي نشوف فيه بارقه امل ان ده امر طبيعي في الاقتصاد ان خدت الاجراءات الصعبه كلها وجايين بعد سنه بنقول بنقارن في سنه اللي حصل فيها تحريض الصرف حصل فيها ايه فروق ما نجيش بقى نقول للناس ده هيتنيل الدنيا ده احنا المفروض نحاسب ده احنا المفروض نعمل عماله على بطال احنا عندنا ارقام عندنا ارقام اقتصاديه ومقياس اداء المفروض نقول مش متفائلين يعني ولكن التضخم اللي حصل او انخفاض التضخم اللي حصل ده المفروض ان احنا نقول الحمد لله انه بيحصل احنا قعدتنا النهارده ده معناه ان احنا ماشيين في طريق مظبوط يعني حتى خلافنا ده معناه ان احنا مشينا في طريق مظبوط لكن ما نيجي نمشي في طريق يعني مظبوط احنا الان بنجني ثمار هنبتدي نجني بص بقى المتاعب بص بقى 2018 امام الناس وانا مسؤول على الكلام افضل بكثير من 2017 بالمره معدل التضخم في نوفمبر من هذا العام السنه الجايه ابقى حاسبوني مش هزيد عن 15% الشهري واحنا دلوقتي الشهري لا الشهري احنا ولا السنوي احنا بنتكلم في السنوي يعني انا نفسي بقى اطلع كده حضرتك تطلع في البرلمان الحمد لله التضخم الشهري نزل 15% نفسي تطلع تقول كده هيحصل
يا دكتور يا احنا بنتكلم في السنه ومن نفس السنه. انا لو شغال صح التضخم ما يجيش شهر بالدرجات دي مش ب 15 20 درجه. خلينا يا جماعه الانفليشن ديفليشن. انت انهي واحد فيهم شهر انفليشن ولا ديفليشن؟ انت عايز تقلل الشهري بال 15 20 ما هو عشان يبقى انت شغال صح. لا 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 شوف اللي يفهمه المشاهد يا جماعه يعني ده معناها ان في الدواء المر احنا شربناه وبيحصل دلوقتي تعديات الدواء المر ان احنا بنبتدي هنبتدي مش ابتدينا مش عملنا هنبتدي هنبتدي نقول بسم الله الرحمن الرحيم احنا في المعدل التضخم اللي بينزل والاسعار هتبتدي تهبط بس ده لازم قدامه كمال تنميه يعني معدل النمو الاقتصادي المفروض ان هو يزيد مش بس ان احنا بنتكلم على اساسات نقديه خدت نجاحاتها وكسبت لا التنميه الاقتصاديه مهمه في الموضوع يعني الانتاج المعروض من السلع لازم يبقى زياده لازم الناس تشتغل اكتر لازم الناس تنتج اكتر لازم الفرص الاستثماريه تزيد اكتر لازم يكون لازم الناس يكون عندها حس ان احنا عندنا الشغل اهم حاجه في حياتنا مش بس ان احنا نقول السياسات النقديه ونختزل كل الاقتصاد وكل معدلات التضخم والبطاله والكلام في مساله واحده بس اللي هي السياسات النقديه ما نختزلش كل الكلام ده في السياسه النقديه ونقول البنك المركزي بيعمل وسياسه الحكومه لا المشروعات لازم تخلص الانتاج لازم يزيد الناس لازم تشتغل مشروعات متسعره لازم تفتح الكلام ده لازم يحصل مع بعضه لكن احنا ماشيين على الطريق صح طبعا الاستاذ وائل بقى بيقولوا ايه بيقولوا ليه بقى فرحانين بال 5% هو اصلا الزياده دي وهميه لما حر صعب الصرف والناس بدات تتغلى في الاسعار والتجار بدات تغلى في الاسعار الزياده زادت 30% 31% ووصلت لغايه شهر 7 ل 34% الحد الاقصى للزياده في 34% دي بفعل الناس لكن لما ننزل 5% في شهر ده طبيعي فعلا ده طبيعي شايف انه يعني هنبتدي ننزل ايه بقى في اغسطس بدا يبقى العمله انخفضت 50% يا دكتور يبقى بفعل الناس ازاي ده قرار ادفع الناس ايه هو يعني. انت معنى التضخم ان 34 على فكره الاسعار زادت 34 ده كلام غلط يا دكتور ما هو الكلام الغلط برضه ان احنا نقول ثوره يناير زادت 100% زي اللي عمل كل ده انت بتتكلم الحقيقه ان احنا حتى لو السله هي اللي حاجه 30% الناس مش هتسمع صوتين ممكن بس اسال حضرتك سؤال هو بس اللي حصل من النظام السياسي في مصر في يناير وفي 30 يونيو هو اللي اثر سلبا على الاقتصاد في مصر بس لا لو كان مبارك قاعد كان برضه الاقتصاد بتاعنا هينهار برضه جزء منه كبير جدا لان احنا كنا ماشيين اصلا في طريق غلط تحرير سعر الصرف ده متاخر من 40 سنه ومن 50 سنه السياسات والاصلاحات الاقتصاديه دي متاخره بقى لها سنين مش بس العامل السياسي ده عامل من ضمن العوامل وليس طيب كل العوامل فخ انا هجي لك بس لا لا بس